نروح مع حضراتكم الخبر تاني ونشوف وزير الأوقاف بيفتح النار على أفكار الإخوان في كتابه الجاهلية والصحوة. الحقيقة وزير الأوقاف اللي اتهم سابقا بتعيين بنته في الحكومة وبعض الفساد في فترة رئاسته للوزارة بيتكلم عن جاهلية وفساد الإخوان. وزير الأوقاف اللي تراجع في عهده قيمة الخطيب ورونقه بسبب المشي على سكريبت بتاع السلطة اللي بيملي عليه عامل اللي بيملي عليهم، طبعا هو عامل كتاب عن جاهلية الإخوان. الحقيقة برضو وزير الأوقاف يعني اللي الحقيقة زي ما بيقال عنه ركبه كده 100 عفريت فجأة لما اتبعتت رسالة فيها الجملة المعروفة اللي العالم كله عارفها: عزيزي بريز ومتغاضي النهاردة عن الركوع أمام إسرائيل. النهاردة بيكتب عن جاهلية الإخوان. محمد مختار جمعة، الحقيقة عايزين نسأله: عملت إيه في تاريخك تقدر تفتخر بيه قدام نفسك وعيلتك قبل الشعب اللي أنت شغال عنده؟ يا ترى هتقول ايه لربنا وانت نازل في الناس كده حديث عنهم اللي في السجون واللي مهجرين من وطنهم قسريا واللي مات له حد بسبب الظلم؟ هتقول ايه لربنا يا سيادة الوزير الاوقاف يلي مسؤول عن دين الدولة وتوجهاتها الروحية كلها؟ متشغلش بالك بالاخوان، اشغل بالك باللي بيحصل النهاردة. يا ترى هتقدر تتكلم عنه ولا لا؟ أترك الإجابة لحضرتك، وحضرتك يعني أكتر واحد هتقدر ترد عليها ولا تعليق.